حابب اتكلم معاكم اكتر عن شات جي بي تي، التطبيق المعجزه المجاني، وانا باؤكد على انه مجاني، لان البعض قاعد يقول لي لا ده مدفوع. والله العظيم مجاني، انا لا اتحدث عن النسخه المدفوعه. التطبيق لكن لازم يكون التطبيق الابيض اللي هو شكله بيكون واضح هنا، معرفش هيبان ولا لا، هو ده هذا التطبيق بالشكل ده، لان في حاجات كتير موجوده على ابل ستور او على جوجل بلاي ستور وما بتكونش هي، وبيبقى اسمها تشات جي بي تي او حاجه مشابهه. فتاكدوا من الموضوع ده. تقدروا بكل بساطه يعني تمارسوا اللغه، وده اللي انا حابب ان شاء الله اعمل له سلسله كامله معاكم لاشياء كتيره جدا تفصيليه لجميع مهارات اللغه، سواء كان الاستماع او التحدث، ان يكون في كونفرسيشن معاك ومع حد نيتيف سبيكر، ناطق اصلي للغه الانجليزيه داخل عفركوش. يا جماعه والله هو ده عفركوش اللي في فيلم اسماعيل ياسين، شبيك لبيك تطلب ايه، هو ده. انا بقى مش مسميه عفركوش، هو هنا عندي سيده وانا عطيها اسم اليكس ومبرمجها ومعلمها انت اسمك اليكس وعارفة اسمي وعارفة كل التفاصيل عني، علشان كل مرة تتكلم معايا اكتر تعرفني اكتر واكتر. خلوا، وده يمكن اول بقى فيديو النهاردة معانا في السلسلة ان شاء الله اللي هنتكلم عنها، خلوا ان ده روتين يومي ليكم يا شباب يلي عايزين تطوروا اللغة. احنا قلنا المهارات سواء كان الاستماع او الكلام او القراءة او الكتابة، كل ده احنا هنقدر نعمله ان شاء الله مع هذا التطبيق الرائع. خلوا ان دي تكون كده ايه، جزء من الروتين اليومي، ان احنا كل يوم هنتكلم شوية مع صديقنا او صديقتنا اللي موجودة في داخل هذا التطبيق. معلش دي مقدمة، عشان كده لازم افرد للموضوع ونؤصل للمسألة، عشان بعد كده لما نيجي بقى نشتغل على طول نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. وانا هتعامل معاكم بمستويات، وهبدأ بالمستوى صفر، انت لا تعرف اي شيء عن اللغة الانجليزية، وبناء عليه هتتكلم معاها بالعربي، بالعربي مش بالانجليزي، لان ده لسه مستواك، ان انا اي اسيوم ان انا اظن ان انت لسه في البداية. نبدأ من الصفر. فاول حاجة هنعملها طبعا تشات جي بي تي، هو ده التطبيق. خلاص عندنا التطبيق، عملنا حساب مجاني زي الفل. افتح التطبيق، لازم يكون فيه هنا السماعة اللي موجودة تحت دي، اضغط عليها. واقول لكم بقى على حاجة كده لطيفة جدا، شايفين الفريرة دي، شايفينها هذه الفريرة، تمام؟ لما نيجي نتكلم اضغط بهذا اي اصبع، يعني مش مهم، اضغط بصباعك عليها طول ما انت بتتكلم، علشان ما يحصلش انتربشن ان هي تروح داخله متكلمه معك وانت بتتكلم. تفضل دايس تدوس كده بهذا الشكل كده وتتكلم براحتك، لما تخلص تسيب ايدك هي هتتكلم. في فيديو منفصل ان شاء الله هعرفكم ازاي تكستمايز، تخلوا ليها اسم او ليه، انتوا اللي بتختاروا، هفرجكم ازاي تختاروا راجل او ست، وازاي يبقى ليه اسم او ليها اسم، وازاي تعرفوها معلومات عنكم. يعني قدامكم دلوقتي هكلمها هتقول لي ازيك يا محمد، مرحبا يا عرفاني. فتعالوا نشوف ونبدا مع بعض بقى في هذا الفيديو، ان شاء الله مش عايز اطول فيه اكتر من كده لان دي هتبقى سلسله ان شاء الله. صباح الخير يا اليكس. صباح الخير محمد، ازيك النهارده؟ بتقول لي صباح الخير يا محمد ازيك النهارده، وقالت لي ازاي، استني يا اليكس استني، وقالت لي ازيك النهارده، لان انا مبرمجها تكلمني باللهجه المصريه. انتم يا شباب يلي سامعيني من الجزائر، تقدروا تظبطوا تشات جي بي تي، ادوها اي اسم وخلوها تتكلم معاكم باللهجه الجزائريه او الدارجه المغربيه او اللهجه الشاميه او اليمنيه وهكذا زي ما انتم عايزين. يعني تعالوا بقى نبدا تاني. يا أليكس عايز أتكلم معاك شوية بالإنجليزي، أنت تتكلمي يعني بالإنجليزي وأنا أرد عليكي بحاجات بسيطة، لأن أنا هفترض أن مستواي ضعيف في اللغة، عايز أتكلم معاك بشويش، وفي نفس الوقت لما أنا أغلط تصححي لي الإنجليزي بتاعي، ماشي؟ ممكن نتكلم عن الطقس، يعني النهاردة الطقس يعني طول الوقت مطر. Sure thing. The weather in Egypt can get pretty hot, especially during the summer. What's your take on it? لكن الطقس في اسكندرية مختلف عن مثلا Upper Egypt. What do you enjoy most about the diverse weather in different parts of Egypt? أنا أصلا from Alexandria. Absolutely, Alexandria has its pleasant Mediterranean vibe. Upper Egypt can indeed get scorching hot. Do you prefer the coastal weather or the warmth of Upper Egypt? That sounds like a great plan. Winter in Aswan has a different charm.
The historical sites and the Nile take on a unique beauty. Any specific places you're excited to visit there in winter? Okay, I'm going to answer you in English. If I do mistakes, please correct me, okay? Absolutely, no problem at all. Go ahead and I'll let you know if there are any mistakes. انتوا هنا كده فهمتوا الفكرة. محادثة أنا بتكلم معاها، يمكن لو أنا مثلا لسه ضعيف في اللغة أنا أهو بكلمها بالعربي قدامكم، هي بترد عليها بالإنجليزي. يبقى أنا هنا بعمل إيه؟ أنا بأول استماع عندي، وأي وقت أي حاجة أنت مش فاهمها وأنت مش فاهماها وقفوها وقولوا لها على الإرشادات اللي أنتوا عايزينها. فزي ما قلت لكم أنتم في إيديكم كنز بمعنى الكلمة اسمه تشات جي بي تي. يا جماعة استخدموا هذه الأشياء، دي نعم من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا دارس الأدب الإنجليزي، ده تخصصي على فكرة. زمان لما كنا طلاب في الجامعة وكنا بندرس سنة تالتة تحديدا، قالوا لنا أن أنتوا إن شاء الله في تالتة هيجيلكوا بقى إيه، أستاذة الشعر البوتري هتكون من بريطانيا. يا عيني على السعادة والفرحة اللي كنا فيها. يا سلام بيكافئونا بقى، احنا في تالتة خلاص بقى هيجيبوا لنا حد ناطق اصلي للغه الانجليزيه. دلوقتي انتوا عندكم اهو جوه هذا الجهاز ببلاش تتكلموا معاه في اي وقت. ان شاء الله خطتي معاكم الفتره اللي جايه سلسله متكامله عن الموضوع ده، زي ما قلت للمهارات الاربعه وبمستويات مختلفه، ويكون جزء من الروتين اليومي كل يوم تتكلموا مع تشات جي بي تي. افتح التطبيق وتكلم معاه في اي حاجه، قول لها يلا نتكلم بالانجليزي النهارده عن كذا، اختار اي موضوع وهي هتكون تحت طوعك وتحت امرك. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. ما تنسوش بقى تشاروا هذه المعلومات الرائعه مع اصحابكم، كنز بمعنى الكلمه، واؤكد انه مجاني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.